السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. بالنسبة لهذه المقادير هم موجودين بالعربية تحت الفيديو وفي آخر الفيديو. وصفة اليوم كاتشب صنع منزلي مصنوع بمكونات بسيطة ومتواجدة في كل بيت، والأهم من ذلك أنه لا يحتوي على حافظ ولا مواد كيميائية. غادي تشوفوا معايا وصفة رائعة للحصول على كاتشب مثل الذي يباع في المحلات، وهذه الوصفة هي تلبية لطلباتكم. سنمر الآن مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. في المرحلة الأولى سنحتاج إلى 500 غرام طماطم تكون جد طازجة، يعني تقدروا تشروها وتخلوها على درجة حرارة الغرفة لمدة يوم أو يومين حتى تأخذ هذا اللون الأحمر وتصبح أيضا لينة. ومن الأفضل استعمال هذه النوعية الطماطم الإيطالية وتسمى أيضا طوماط برون. غادي نسخن الماء، من يسخن الماء نطفو عليه ونضع فيه الطماطم. انا وضعت 500 غرام طماطم، غادي نخلوها داخل الماء ترتاح لمده دقيقه او تنين باش تسهل علينا نزع القشره، يعني هذه من بين الطرق لنزع قشره الطماطم. كاين طرق اخرى الا كانت تساعدكم اعملوها. من بعد ما ننزعوا القشره غادي نوضعوا هاد الطماطم في طنجره او كاسرونه وغادي نوضعوها فوق النار، وغادي نزيد عليها ربع ملعقة صغيرة نتاع ملح، تقدروا تنقصوا. نزيد أيضا ربع ملعقة فلفل أحمر يكون حلو، نصف ملعقة صغيرة نتاع بصل مجفف مطحون، وربع ملعقة صغيرة نتاع ثوم مجفف مطحون. الثوم المجفف المطحون اختياري، إلا ما تحبوش الثوم ما توضعوش. وفي الاخير زدت عليها ملعقه صغيره مملوءه جيدا نشا او مايزينا، هي اللي غادي تعطي الكثافه للطماطم. غادي نوضعوهم فوق نار متوسطه ونقعدوا نخلطوا باستمرار لمده 5 دقائق هكاك بالتقريب. المرحله الاولى فقط باش الطماطم تصبح لينه وبعدها تجي سهله من طحنوها. من بعد كي نشوفوا الخليط تاعنا هكاك بدا يغلي نخلوه واحد الدقيقه يغلي، ومن بعد نطفئ على النار ونقوموا بطحنها بواسطه الميكسر. من الافضل الميكسر لان الميكسر هذوك البذور ما يطحنهمش، يقعدوا على هذيك الهيئه ومن بعد نقدروا ننزعوهم بواسطه الصفايه. بعد ما نشوفوا هنايا تخلطت مليح غادي ناخذ صفايه يكون عندها العيون رقيقه ونوضعوها فوق اناء ونفرغ الخليط نتاعنا. نقعدوا من بعد نحركوا مليح باش تنزل فقط لا بيغي تاع الطماطم، والبذور والقطع هذيك الصلبه تاع الطماطم غادي تبقى من الفوق، يعني الصفايه هذه غادي تسهل علينا عمليه تصفيه الطماطم، تحصلوا فقط على الطماطم. كما راكم تشوفوا هي البذور بقات من الفوق لان هذا الميكسر ما يطحنهاش، هذيك البذور ما يوصلهاش باش يطحنها. نقعدوا نعصروا فيها هكاك باش نتحصلوا على اكبر كميه. من بعد العصير تاع الطماطم اللي تحصلنا عليه غادي نعاودوا نرجعوه في الكاسرونه، وهنايا لكم الاختيار. في بعض الاحيان على حسب نوعيه الطماطم في هذه المرحله يمكن تتحصلوا على طماطم كثيفه، لكن هناك طماطم التي تحتوي على الكثير من الماء شو لا شفتوها سائله زيدوا لها ملعقه صغيره اخرى نتاع نشا او مايزينا تكون مملوءه جيدا. نوضعوهم فوق نار ونخلوهم ونخلطوهم هكاك حتى نشوفوا الخليط تكاتف. ايضا مده الطهي هنايا تكون قصيره، غير نشوفوا المايزينا دخلت مليح في الطماطم والخليط بدا يغلي نحسبوا دقيقه ونطفي على النار حتى تشوفوا الخليط تجانس. يعني يمكن في المرحله الاولى لكن عندكم طماطم تكون جافه في المرحله الاولى كي زدنا لها ملعقه تاع المايزينا يمكن في هذيك المرحله تتكاتف، لكن الا شفتوها سائله تقدروا تزيدوا ملعقه اخرى. في الاخير من نشوفوها كغلات واحد الدقيقه غادي نطفئ على النار
ونزيد عليها ملعقة كبيرة نتاع السكر، لأن الكاتشب تجي حلوة وقارصة في نفس الوقت. ونقعدوا هكا كنحركوا باستمرار حتى نشوفوا السكر داب تماما. وهنا أيضا السكر على حسب اختياركم، وعلى حسب أيضا نوعية الطماطم. إذا كانت قارصة كتيرة تقدروا تزيدوا شوية سكر. وفي الأخير زدت نصف كوب تاع الشاي تاع خل مركز أبيض ما يعادل 41 مليلتر، ونخلطوه مليح. وها هي لا الكاتشب نتاعنا بعد ما بردت على درجة حرارة الغرفة. غادي الآن نفرغوها في قارورة، والاحتفاظ بها يكون في الثلاجة، وخرجوها من الثلاجة 5 دقائق قبل الاستعمال. يعني هذا الكاتشب رائعة في المذاق، وتحتوي على الكثير من الطماطم. دوك تشوفوا الهيئة نتاعها كيفاش تجي كثيفة ولا تختلف على التي تباع في المحلات. بالنسبة لملاحظات اليوم، تقدروا تصنعوا كمية كبيرة تاع الكاتشب خصوصا في فصل الصيف، فصل الطماطم، وتحتفظوا بهم في المجمد. توضعوهم في علب محكمة، تغلقوا عليهم مليح وتوضعوهم في المجمد. ومن الأفضل الحجم تاع العلب يكون صغيرة، باش من تخرجوا غير بالعلبة الصغيرة. وهذا الكاتشب تقدروا تستعملوها في عدة وصفات. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.